أنت تحاول والله يراك وهذا يكفي. مقولة دايما لازم كلنا نؤمن بيها، لأن أنت لما بتحاول وربنا شايفك ده لوحده كفاية، يكفيك شرف المحاولة. احلم وسع دايما لتحقيق حلمك، عافر وانجح وما تخليش حاجة توقفك، وخليك دايما مؤمن إنك طول ما بتعافر هتوصل. أما بالنسبة للناس اللي بتحقد، أصحاب النقد الهدام، أصحاب الآراء اللي ملهاش لازمة، الناس دي يا جماعة ناس فاشلة بتحبط الواحد، عايزة تاخد أي حد ناجح معاها لقمة الفشل وقاع الفشل برضو. فيا رب ينجح أي حد ويحقق لكل واحد حلمه. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة لقدام، وآسف على التأخير على المواصلات يعني وكده. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة جدا، حلقة قوية، حلقة بمعنى أصح فنية. معانا الضيف الأول سبب إزعاج على السوشيال ميديا بضحكته وبخفة دمه، شاف انتقادات كتير وشاف اراء حلوه كتير. عشان برضو ما احرقش الضيف اللي معايا، معانا ومعاكم الضيف الاول كريم عادل شبيه محمد صلاح. رحب بك يا كريم. مرحب بيك استاذ احمد، وانا سعيد اني موجود معاك ان شاء الله. اهلا بك يا كريم. اهلا بحضرتك. اما بالضيف الثاني اللي معايا، سنه 2019 قلبت مصر بحالها بصوتها الجميل. لجنه تحكيم زافويس بعد ما لفوا اتصدموا ان هم ما اختاروهاش. اشهر المطربين واشهر الملحنين قالوا عنها ان هي صوت ضخم وكان يستحق ان هو ياخد ذا فويس. عشان برضه ما احرقهاش، معانا ومعاكم هايدي محمد. اهلا بك هايدي. اهلا بيك. اهلا بك هايدي. في البدايه كريم، عرف الناس بيك. انا اسمي كريم عادل، مشهور طبعا شبيه تاني محمد صلاح. والله الفكره اصلا انا مش شبه، بس الناس مفكرين صلاح يعني، بس انا اسمي كريم. عامه مشهور على السوشيال ميديا زي ما انتم عارفيني. قاعد في الجيزه هنا السمنة الأوروبية. كم سنه يا كريم؟ 25 سنه. بتدرس ايه؟ انا مخلص معهد المدينه 4 سنين، معايا بكالوريوس محاسبة. اهلا بك يا كريم. اهلا بحضرتك. هايدي، انت مختفيه عن الاعلام بقالك فتره. لان انا بجهز الفتره دي يعني حاجات اغاني ليا وكده، ومشغوله شويه في شغل. اخر مره كنت ظاهره فيها الاعلام كان عندك انت دلوقتي عندك كم سنه؟ انا عندي 15 سنه. عندي 15 سنه. في سنه كام دلوقتي هاي؟ اولى سنه وعام. طيب عايزين برضو، احنا متوترين لان احنا جايين متاخر وكده، فعايزين برضو نسمع حاجه كده مثلا يعز من عيني مثلا، وليكن للمشاهدين بقى بما اننا متوترين وكده. ماشي، اتفضل. يعز من عيني قلبي لقلبك مال، شاريك وشاريني وش يعملوا العزال. يا عزي من عيني قلبي لقلبك مال، شاريك وشاريني وش يعملوا العزال. يا عزي من عيني، يا عزي من عيني، ده اللي مالهش حبيب لا تشوف عيونه ضيق، يقضي عمره غريب لا له وطن ولا حي. واللي مالوهش نصيب في الحب ما طال شي، في الحب ما طال شي. يا عز من عيني، يا عز من عيني. يا جماعة هايدي عندها دور برد جامد يعني. تمام. كريم اتفضل. يخلق من الشبه 40. اولا الشبه بينك وبين محمد صلاح، ده السبب الرئيسي اللي خلاك تكون مشهور على السوشيال ميديا، ولا في سبب تاني؟ والله انا اول ما دخلت اقدر اقول لك اللي هو ممكن هو السبب الوحيد اللي خلاني مشهور على السوشيال ميديا، لان انا اول ما بدات على السوشيال ميديا بدات ان انا اصور نفسي في الشارع واشوف ردود الناس ليا، فعلا شايفيني شبيه ولا شايفيني محمد صلاح؟ فلقيت الناس شايفاني انا محمد صلاح مش شبيه. يعني لدرجه في الناس وقفتك ان انت محمد صلاح؟ ده في ام وبنتها معتقدين ان كان محمد صلاح، لدرجه ان ماما من كتر ماما كنت بفضل اتكلم معاها واضحك، فانت محمد صلاح يعني بتطلب مني البطاقه وبتاع عشان اثبت لهم انا محمد صلاح. لا شفت النقد حلو كتير في الشارع ان انت شبه محمد صلاح، ان انت محمد صلاح مش شبه. لا ده بيقول ده محمد صلاح، ده غير الخليج، ده غير في اجانب كمان معتقدين ان محمد صلاح. انت في الجيزه بقى وبتقابل اجانب كتير. طيب هايدي، لو قلنا ان انت مثلا حابه تعملي دويتو مع فنان، هيكون مين؟
انا نفسي اعمل دويتو يعني مع تامر حسني. طبعا اول نفسي حد قابلك بعد ذا فويس. نفسي جدا طب يعني. مش ما تسمعنا اغنيه طيب لتامر؟ اول كلام اول مره اقوله، ما بقتش انام الليل بطوله، ده انا روحي فيه وما اقدرش اخبي، وهداري ليه قلت اللي في قلبي، عقلي مني طار اول ما قابلته، ده اللي خد بطار كل اللي شغلته، ده انا روحي فيه وما اقدرش اخبي، وهداري ليه قلت اللي في قلبي. احنا طبعا على السوشيال ميديا بنشوف انتقادات كتير، منها زي ما انا قلت في بداية الحلقة انتقادات هدامة وفي انتقادات بناءة، واحنا خلينا ناخد الجزء بتاع الانتقادات الهدامة. الناس مثلا بتشتم، بتنتقد انتقادات مش بتنجحك، بتحس مثلا ان انت حزين او ايه اللي انا عملته، يعني عشان اخد الكلام ده بتواجههم ازاي الناس دول؟ والله انا بشوف في الطبيعة طب غير اللي قدام على السوشيال ميديا، بس عايز اقول لك ان انا ما بنشر مثلا منشور، مثلا ما بين بنشور الساعه الاولانيه والساعه الثانيه، بلاقي هنا كلام مثلا بحب واحترام، والاقي الفيديو مثلا الثاني او المنشور الثاني اللي بعديه بساعه بلاقي انتقادات بقى وبتاع. فهو السوشيال ميديا كده عامه ما حدش بيفهم لها حاجه، بس اللي انا عايز اقوله الناس بتنتقدني بس من جوا بتحبني، لو هم عارفين كريم ده شخصيه محترمه وطيبه زي ما شايفين، يعني مع ان هي دي شخصيتي اصلا. يعني انت معنى صح بتقول مثلا ان انت مثلا بتلاقي شخص منتقدك وفي بوست تاني بتلاقيه بيحبك. هم اصلا بيحبوني. طيب لو يعني قلنا مثلا ان حد علق عليك مثلا قال لك مثلا ما تعملش الحاجه ديت، بتسمع الراي ده لا وبتعمل؟ لا ما بسمعش الراي ده، ما بسمعش لحد اي حد يحبطني، انا قدامي هدف، انا شغال على السوشيال ميديا على اليوتيوب على القناه عندي، وعامه يعني شغال انا بعمل فيديوهات ترفيه وكده، انا كنت نفسي امثل بس اساسا. انا ما بقولش حد يحبطك، انا بقول لك لو حد مثلا بيديك نصيحه مثلا، يا كريم مثلا قلل مثلا من الفيديوهات اللي بتضحك فيها والله مثلا. لو نصيحه هتفيدني، لو نصيحه هتفيدني في الصح خلاص استجيب منه، لكن لو نصيحة مثلا مش هتحبطك اللي هي وكده مش هتستجيب ما منه. بسمع ليش، لا يعني ولا طب في دماغي. مثلا مرة جت مثلا هجمة مشوهة لكريم، ما قعدتش كده قلت انا ما عادش طالع خالص وما عادش مقدم حاجة خالص وهقعد في البيت؟ لا لا مفيش الكلام ده، انا انسان طموح جدا، وبحب اللي انا مهما كان مين انا اعمل اللي في دماغي برضه، انا احب اللي انا اوصل اللي انا عايزه. كريم اهم انجازاتك ان انت شبه محمد صلاح ولا عندك انجازات تانية؟ لا 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 مش انجازات تانية خالص، على فكرة كنت مشترك في مسرح في الجامعة وكنت بسعى للتمثيل وكده، بس لسه ما جاليش نصيبي، فبدأت استغل الموضوع ده بقى في السوشيال ميديا، انا اعمل فيديوهات كوميديا وترفيه زي ما انت عارفين كده، يا ابني باص يا دي اكتر كلمة اتشهرت معايا وبس، دي الحاجات اللي انا بحب اعملها. زي ما احنا شايفين برضو الفيديوهات على الشاشة الاطفال بتحبك، و هنسأل السؤال برضو ده على الفيديوهات ديت، بس بعد ما ناخد السؤال لهايدي. هايدي بعد ذا فويس عايزين نعرف برضو، وجمهورك عايز يعرف، لان انا خدت الحاجه دي حصريا، عملت كام اغنيه؟ انا عملت 2 بعد ذا فويس. كانت اغاني وطنيه. طيب عايزين برضو نعرف منك بتحضري الايه الفتره الجايه، مش لازم تفصحي عنها تمام، يعني بتحضري الاغاني الفتره الجايه وطنيه ولا رومانسي ولا ايه؟ لا بجد انا يعني اكيد لمصر، يعني محضره الفتره دي يعني الحاجه المصريه. وبتحضري اغاني لنفسك طبعا؟ لنفسي. طيب انت انا كنت سمعت منك ان انت قدمت في حاجه، فعايزين بقى نعلن عنها لسه المشاهدين. انا قدمت في معهد الموسيقى يعني، وبقيت فيه الحمد لله يعني. طيب هايدي دراستك الخارجيه غير معهد الموسيقى، ان انت حلمك تبقى بقى دكتوره دكتوره صح زي ما قلتي، هل ممكن دراستك مع الموسيقى والاغاني والبروفات الحاجات الكتير ديت ممكن تاثر على؟ من وجهه نظري لا، ما دام ان انا حابه الدراسه جدا وحابه الغنى، فدي حاجه يعني بعرف اوفق بين الحاجتين. بس حابة ان انا اشكر الدكتور الجميل اللي بحبه قوي، دكتور محمد عبد الستار، ساعدني جدا في اي حاجة بطلبها منه بيساعدني فيها يعني، اي اغنية عايزة احفظها بيساعدني فيها يعني من دون اي مقابل يعني، فبحب اوجه له شكر يعني. تمام، وانا برضو بعتذر لك ان احنا جبناكي برضو وانت جاية، والله جاية جاري يا جماعة عشان هي كانت متأخرة. اما بالنسبة لكريم الشبيه اكتر من محمد صلاح، يعني شبه محمد صلاح اكتر من نفسه. كريم حصل لك موقف خلاك تكره الشبه اللي بينك وبين محمد صلاح؟ لا والله بالحب الناس اللي انا شفت لصلاح وعيون الناس الحب اللي جواهم خلاني ابقى مبسوط جدا من الموضوع ده، ودرجه ان انا كنت بحس صلاح بحب الناس ليه يعني. يعني ما حصلكش موقف تكره محمد صلاح لا وتحلق لا شعرك خالص والله والحاجات دي ابدا كلها؟ والله، ده انا مره حصل بالعكس، ده من كتر حبهم اللي هي في ناس بتطلع لي مواصلات، وممكن واحد اصلا يعني انا مثلا دخلت محل
امبارح كده كنت بشتري حاجه كده، فلقيته جاب لي ازازه بيبسي ومش عارف ايه، وراح حبيها ومبسوط بيا، انا بحبك جدا. فحب الناس لمحمد صلاح ده بالعكس، بالعكس مبسوط جدا ان انا شبيه النجم العالمي محمد صلاح، ده شرف ليا، هو الشرف ده سؤال فعلا. برضه في نفس المنطقة، الناس مثلا ممكن أي سؤال بيجي في ذهن واحد بيشوفنا بيقول لك إن هو شبه محمد صلاح بشعره ودقنه بس، هل أنت لما حلقت برضه الشعر والحاجات دي كلها محمد صلاح؟ لا لا، انا كنت بنزل صور لي انا ومحمد صلاح، كنا حالقين خالص، كنت حالق شعري خالص، كنت حالق حتى دقنك اللي شبهني، لا اللي شبهني كنت حالق عامل سنلوك خالص غير موضوع صلاح، بس اللي شبهني شبهني عشان الضحكه ونفس الكلام فقال لي انت نسخه من محمد صلاح، سبحان الله. فبدات ان انا اتابع محمد صلاح، فعجبني الستايل بتاعه وبصراحه شخصيه محترمه جدا، فبدات اسيب شعري، بدا بقى الموضوع من هنا يزيد بقى، انت محمد صلاح، انت مش عارف، بدا الناس تشوفني محمد صلاح التاني. بس فالموضوع ملوش علاقه ولا دقن ولا شعر ولا هي في الملامح ونفس العظم بتاع الوش. بتجهز ايه الفترة الجاية؟ ان انت تفضل تقدم المحتوى ولا تطور من المحتوى؟ والله انا بفكر اعمل، هو انا كنت بفكر اعمل حاجة لمحمد صلاح، فيلم كده يعني مش كتير، يعني مجرد 5 دقايق مثلا عن محمد صلاح وكده، بس انا خفت لو محمد صلاح يعمل عليه قضية بتاع انتحار شخصية، فانا بعمل فيديوهات مع نفسي، انا بقى زي ما انا انت كوميديا بتعمل حاجة في حدود المتاح لا المتاح بقى لي عشان الكوميديا بتاعتي، بعيد عن الاواض والحاجات دي بعيد كلها. عن الواد بتاع محمد صلاح وكده، انا خليني بقى في نفسي. طيب هيدا، انا عارف ان انت تعبان تمام، وانت كنت جاي محضر اغاني كتير، بس ده طلب مني انا بقى اغنيه اللي انت قدمت بيها في ذا فويس، انا عارف ان انت اتصدمت. هذه ليلتي، حاجه بسيطه، هي تعبانه والله يا جماعه وصوتها تعبها، بس انا عايز الاغنيه، حرام الناس عليك. بتحبها منك. هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي، الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكأس بالغرام بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا سترى سرحت. انا سرحت. جهزي كمان اغنيه لام كلثوم ولا اي حد، انا عارف احنا مش متفقين على كده، بس جهزي كمان اغنيه قبل ما اسال. لا حقيقي، لا طبعا. جهزي لنا كمان اغنيه. لا الناس عايزه تسمعك كريم. احنا ممكن برضو نعرض الفيديوهات اللي كانت معانا، الناس الاطفال بالذات، الاطفال احباب الله، ما فكرتش مره تستغل الشبه بقى اللي بينك وبين محمد صلاح في الحاجات الخيريه، في ان انت تروح مثلا مستشفيات 57 357، مستشفيات حقوق الاطفال، مستشفيات اطفال مصر، ان انت مش هتنتحل شخصيه، احنا مش بنقول كده انت تنتحل شخصيه، لا تروح تفرح طفل ان هو بيحب محمد صلاح باسمك برضه وبكريم، بس استغل الشبه ده في حاجه برضه تفيد الناس وتفيد الطفل. والله انا بفكر في الموضوع ده من فتره طويله جدا كمان، ان انا فرحه الاطفال في الشارع زي ما انتم شايفين في الفيديوهات كده فرحه من قلبهم بجد، حاجه بتسعدهم، اللي هو كان انا حاجه كبيره من حاجه كده، يعني فرحه فوق فوق الخيال يعني. فانا كنت بفكر في كده من ان انا اعمل اي حاجه خيريه ليا يعني ابسط الاطفال بيها، بس انا خفت من زي ما هو قال كده استاذ احمد، اللي انا حماس رايح اعمل ليا انتحال شخصيه بتاع، بس انا لو هروح بشخصيتي انا قشطه، ما عنديش مشاكل، انا بحب اعمل اي حاجه خيريه يعني، انا دي حاجه من جوايا يعني. انت بتفكر ان انت تروح وفي دماغك النقطه دي؟ انا كنت في دماغي، والله كان في دماغي الموضوع ده من فتره كمان كبيره جدا يعني. طب احنا من يعني خلال البرنامج بقى، لعل محمد صلاح يكون بيسمعنا، احنا بنوجه لك التحيه الاول يا كابتن. تاني حاجه ان احنا بنستاذن بس ان احنا مش هننتحل شخصيه ولا اي حاجه، احنا بس هنروح نفرح طفل بكريم. هو رايح ليه؟ هو رايح كشخص هو والله يعني، لا انا مش عايز حاجه، والله انا بعمل اللي بس يعني، هو مش يفرح محتاج طفل حاجه بما اصلا. ان الاطفال بتحبك يعني، وانت نجم مصر و
عم العالم، فخلاص كده احنا تقريبا معاك التصريح يعني. يعني هو عايز اوجه لك برضو حاجه محمد اسراء، عايز اقول انا بحبك جدا ونفسي بجد ان انا اقابلك في يوم من الايام. حاولت ان اقابلك كتير بس ما ضربتش معاك. لا انت كنت قايل لي مره ان انت رحت له فندق رحت له، كان في ساعه اليوم اللي جاله كورونا، كان يوم الجمعه تمام، رحت لك الفندق اللي كنت في التجمع الخامس وكلمت الامن هناك في الفندق دوت. بس الامن ساعتها قال لي ده في مشكله جوه وما عرفش انا اخش لك يعني، فناس كانت متواصله معانا انا اقابلك باي طريقه يعني. بس انت رحت والقدر والنصيب ما رضاش يخليك تقوله عشان الكورونا ما عرفتش. وفي مره تاني كنت انا رايح لك برده البلد، كان ساعتها الكلام ده قبل الكورونا، العيد ده، لا العيد اللي قبله كان ساعتها عيد كبير برده، عيد صغير، عيد كبير مش فاكر عيد كبير ولا صغير. المهم يعني اللي انا رحت لك ثالث يوم العيد، وهو ساعتها مش ثاني يوم العيد الظهريه كده، في اليوم ده كنت هموت والله. بص كنت هموت انت يا كريم، كنت عايز اشوف اي طريقه بجد. حبيبي البنت العريض، طيب ما جيتش عليك، انا عارف انت تعبانه ومش مجهزه بس ما جيتش عليك. حبيبي بالبنت العريض، غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص بنون، بيقولوا لنا بك مريض، اتاري كل ما احب فيه بات منك وبقت مزاج، هتلحق بقى دف ايديك، ما انت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة واقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، بابا زي واحد جديد جديد. شكرا يا هايدي. كريم مشهور بباصي يمانيز صح؟ حاولتش تروح لوالدة محمد صلاح؟ ايه؟ حاولتش تروح لوالدة محمد صلاح البيت؟ لا رحت كلمت خالت، مش عارف خالت محمد صلاح ولا عمته تقريبا او حاجه زي كده، ما وصلوش لاي حاجه يعني، بس رحت البيت. ما شافوك؟ هو الاب عموما لما يشوف حد شبه ابنه حتى في اخلاقه او في كلامه بيفرح، ما بالك مش شكل. انا والدي له شاف حد شبهي هيحبه جدا كتير، ما بالك مش شكل. ما حاولتش ان انت تروح؟ لا ما انا رحت بس ما كلمت اهل يعني خالت محمد صلاح، مش عارف عمته ولا خالته اللي انا حتى اتواصل معاه في اي، قال لي محمد صلاح ما بيجيش هنا وما عرفش يوصل لي اي حاجه. طيب صراحة. سؤال اخير ليك يا كريم وهناخد من هايدي برضه اغنيه نختم بيها. معلش جالك اعلانات تستغل الشبه اللي بينك وبين محمد صلاح؟ في حاجات جايه لهيت وان شاء الله خير يعني، في حاجات جايه لي. طيب هايدي فريق الاعداد البرنامج تمام، قبل ما نختم عايزين نسمع منك اغنيه تمام، فريق اعداد البرنامج الاستاذه هند حجازي مختارها تمام، حبيته واخيرا جالي. او انت جيت منين؟ اي حاجه لنداء شراره؟ ما يمكن انا مش حافظها يعني. تمام كوي. اللي انت الحبه اللي انت حافظها حقيقه تفاجئتني، ف معلش مش هحفظها. حبيته واخيرا جالي ياللي سنين اتمنيته، دعوة وربنا جبال، بحلف للناس حبيته يا بيت وياه وياه، دي أحلى حياة، ده قالها لي حبيبي قالها لي، وبقى بالنسبة لي وبكل الناس، ومن غيره اصلا مفيش غيره، ملكني بتاثيره عايشه متحساس. طبعا بنشكرك يا هايدي وبنعتذر لك ان احنا جبناكي وانت تعبانه، وشكرا ليكي جدا. محمد صلاح الثاني بنشكرك جدا يا كريم، وباذن الله التوفيق ليك والتوفيق ليك يا هايدي، ان شاء الله تكونوا فنانين كبار كده وكل واحد يحقق اللي هو عايزه. وفي ختام الحلقه انا بعتذر جدا على التاخير، والله غصب عننا، وحابب قبل ما اختم بشكر فريق الاعداد اللي بيتعب معايا جدا، بشكر الاستاذه هند حجازي، وبشكر برضو الناس اللي بتقف معايا في الشارع وبتصور وبتعمل معايا التقارير، بشكر الاستاذ اسلام ابو حسين، اسامه ابو حسين، وبشكر الكابتن احمد غانم. واستنونا في حلقه قادمه في برنامج خطوه لقدام.